حته المسامير اللي هي بتقفل على الزرار اللي هو دوت، تمام، الاربع مسامير دول تانيهم مطور. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة تكون مرتب حاجتك عشان حطيته قدامك عشان ما تقدرش تلف وتدور على حاجة. نقطة الزيت صغننة عشان الزرار اللي هو قدام التجاري اللي المفروض يفصل أول ما بتشال الغطا، أول ما بتشال الشفشق الخلاط. بقى ما شافش بينزل الزرار بيشتغل لوحده، تدوس يشتغل اول ما تركب الشفشة.
كده قفلنا بقى السلك يا جماعة، هنقفل الخلاط بتاعه. ما تيجي يا جماعة تشتروا مفك، واشتروا مفك يكون ايه فيه مغناطيس زي ده كده، عشان لما يقع منك مصور الحاجة أو تعرف تمسكه كده، وتحطه في قلب الفتحة من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم اوصل، اللي احط اقصد الشفشق لازم اركبه. بصراحة يعني الشفشق هم جايبين لي شفشق منظره استغفر الله العظيم يا رب، لا سر عليه ولا حبيب، فانا يعني اخفيه عشان منظره. زي ما انتم كده شايفين الحمد لله يا جماعه، زي ما شفتوا انتم في الاول فيديو كانوا بيشغلوا عن طريق الزرار، يحطوا الفيشه يشتغل ويعمل. هو كده الحمد لله اهو اشتغل. كده يا جماعه اهو اشتغل الخلاط وشفتوه قدامكم كده، يبقى تمام الحمد لله. وكده عرفنا ازاي بنصلح الاشياء بانفسنا، اشياء الادوات المنزليه بتاعتنا بنصلحها بنفسنا احنا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وبرضك هنشرح اي حاجه قدامنا هنشرحها لكم ونفهمكم برضه. رجاء يا جماعه الاشتراك في القناه، برجاء يعني يا ريت تشتركوا في القناه، والفيديو لو عجبكم اضغط لايك واكتب تعليقك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكده احبابي وصلنا الى اخر الفيديو وليس اخيرا، فهنلتقي مع فيديو جديد باذن الله تعالى. احبابي لو عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك من هنا، ولا تنسى تكتب تعليقك
الفيديو من هنا واشترك في القناة أيضا من هنا ليصل لك كل الفيديوهات الجديدة.